السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا مهمة جديدة في الأسبوع الثاني، وفي مهمة كده في ناس مش عارفاها هقول لكم عليها دلوقتي حالا عشان كلنا نعملها. هي مهمة بسيطة وسهلة جدا جدا جدا، أنا عملتها مرة واحدة عشان أتأكد هي، أنا كنت عارف إن هي بس برضو إيه قلت أتأكد هي اسمها. ابحث عن أي منطقة عرض واحدة خاصة بالذكرى السنوية وتفاعل مع العرض ذات السمة 3 مرات. هي انا هوريكم دلوقتي فين المهمه دي، وفي مهمات سهله جدا طبعا انتوا عارفينها. المهمه الاولى بتاعت استخدم حقنه ادرينجين دي 6 مرات والتقط قنبله دخانيه سهله 16 مره، يعني تخش 16 مباراه وتلعب وتاخد وتلقط قنبله دخانيه لازم تلقط واحده فيها كل مباراه، ودي تضربهم ممكن السته، ممكن لو لقيت 6 حقن تضربها في مباراه واحده مش مشكله. واقتل 16 من الاعداء باستخدام البنادق الهجوميه اللي هي الاي كي ام والام 4 والكلام دوت، واقتل 4 من الاعداء بالام 24. طبعا انتوا عندكم فيديو هنا برضو، انا عامل فيديو مكان الاربعه الام 24 في الوضع الكلاسيكي، هتلاقي فيه فيديو عندكم مكتوب فيه اماكن الام 4 الام 24 الثابت في ببجي. وطبعا انتصر 3 مباريات يعني تكسب 3 مباريات، بس لازم تكون لابس الخوذه رقم 3 مش اي حاجه وخلاص، وامنح 24 من الاعجابات لاعضاء الفريق. والمهمه كمان في مهمه بيقول لك اقتل 8 من الاعداء باستخدام بندقيه قنص موسمين نغام في الوضع الكلاسيكي. انا عامل 3 فيديوهات عندكم في القناه هنا فيها اماكن بندقيه قنص موسمين غام، يعني لو حصلوا عنهم هتلاقوا عندكم هنا في القناه بتاعتي دي، تشترك في القناه اولا وبعدين هتلاقي ال3 فيديوهات اللي بقول لكم عليهم، اماكن متفرقه واماكن مختلفه بيكون متواجد فيها البندقيه بتاعت موسمين نغام دي. واقتل 10 من الاعداء باستخدام الاس كي اس. طبعا الاس كي اس معروف برضو لناس كتير، ولو مش معروف برضو انا هعمل لكم فيديو تاني عشان برضو في ناس ممكن ما تعرفش ايه الاس كي اس السلاح ده. كمان ابحث عن المنطقه دي هنعملها دلوقتي وهوريكم المكان فين بالظبط، وحقق 20 من الفوز في الوضع الساحه، واكمل 12 من المباريات مع الاصدقاء في الوضع الساحه. كل المهمات دي سهله يا جماعه، وان شاء الله اكون فدتكم، وتعالوا معايا يلا اوريكم مكان ابحث عن اي منطقه عرض واحد خاص. هنخش رينج هنا اهو، ممكن نلعب فردي، ممكن نلعب زوجي، ممكن نلعب مع تيم كامل براحتك اللي انت عايزه. ممكن تلعب مصنف او مصنف بس لازم مصنف، او ممكن برضو تلعب غير مصنف ولا ايه، هنشوف اهو. لا مش هتنفع غير مصنف، لازم مصنف بس اهو. هنخش هنا اهو، هنخش الذكرى السنوية النابضة اهو هنا اهو، ويلا بينا نخش على ايرنجل. رجاء من كل شخص بيتابعنا على القناه يا ريت تساعدنا وتشترك في القناه زي ما احنا بنساعدك، بنحاول ان احنا ننزل لك كل المهمات اللي انت تعرفها واللي ما تعرفهاش كمان احنا بنعملها. في مهمات جديده زي المهمه اللي انا بعملها دلوقتي دي، مهمه كبيره ما حدش يعرفها، فقلت لازم اعملها عشان خاطر حتى الناس اللي بتبقى لسه بتلعب من زمان في بابجي ممكن تكون ما تعرفهاش او مش واخدين بالهم، فانا قلت اعملها لكم دلوقتي حالا اهي. يلا بينا اوريكم. لو بصينا مع بعض في الخريطه كده يا جماعه هنلاقي الاربعه ديت اهي في الخريطه، 1 2 3 4 5 6 7 كم واحدة أربعة، هتلاقي 7 وحدات 4، تنزل عند أي واحدة فيهم الأربعات دي اللي موجودة، حاول تختار مكان ما يكونش في حد نازل يعمل معاك المهمة يموتك وما تلحقش تعمل المهمة. فطبعا تختار مكان أهو، 1 2 هنختار مين مثلا، نختار البعيد عنهم خالص عشان محدش ينزل معانا، نختار مثلا دي أو نختار آخر واحدة خالص، اللي أنت عايز تختاره اختاره مفيش أي مشكلة فيهم. هننزل مثلا عند الأربعة دي مثلا، يلا أهو هوريك أهو عند الأربعة دي أو رقم 4 نمبر 4 اهو، هننزل عنده اهو، هننزل عند المكان اهو اللي هو قال لنا عليه معسكر طب الحياه، هننزل زي ما انتم شايفين هننزل عندها بالظبط. نزلنا عندها اهو يا جماعه، وهندوس على فين؟ هندوس على البتاعه دي كده تفاعل معاها اهو كده، اتفاعلت معاها كمان هتلاقي حاجات حلوه ام بي 4 اهوت سكوب 2. يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت مهمه واحده، يبقى فاضل لك مرتين. انا عاملها كده مرتين يبقى فاضل لي مرتين، انت طبعا هتعملها لسه بدايقها ومش عارفها، هتلاقيها مره هتلاقيها تعملها مرتين، لازم تكمل المباراه او تموت عشان خاطر المهمه تتحسب لك. طبعا ما ينفعش ان انت ما تموتش، لازم تموت في الجيم. ممكن بقى تفجر نفسك زي ما انا هعمل دلوقتي اهو، ممكن تعمل اي حاجه اهو كده خلاص كده انت عملت مهمه المره الثانيه. طب انت عايز تعمل مهمات بس، اهم حاجه يا جماعه ما تنساش تشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو وعجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك. رجاء منكم عشان خاطر انا بحاول اجمع ناس كتير، شكرا لكم. زي ما انتم شايفين اهو يا جماعه اتعملت مرتين اهي كده، فاضل لي مره هنزل المره الثالثه دلوقتي قدامكم عشان اجمع معاكم وتشوفوا التجميع برضو، هنزل مره كمان فعلت اهو من دلوقتي. بس كده
كده خلاص يا جماعة، أنا خلصت مهمة. أول ما أخرج دلوقتي حالا هوريكم التفاعل وكل حاجة. قال لك جمع، ما تنسوش تشتركوا في القناة. شكرا ليكم، وأدخل أوريكم من جوه وأقول لكم بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف سلامة.